الكبر محرم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الكبر محرم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول الله تبارك: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني شيئا منها أدخلته النار. فالكبر محرم في الدنيا وفي الجنة، والكبرياء صفة من صفات الله، والله هو المتكبر سبحانه وتعالى، والذي يتكبر من يستحق ذلك، ولا يستحق ذلك إلا الله جل وعلا، لذلك تسمى بالمتكبر. أما غير الله فلا يحق له أن يتكبر، ما أيا كان لا يحق له أن يتكبر. يتكبر على ماذا؟ خاصة ابن آدم يتكبر على ماذا؟ كما قالوا: تؤذيه بقة وتقتله شرقة. يتكبر على ماذا؟ خرج من مخرج البول مرتين في حياته، من أبيه ومن أمه. يتكبر على ماذا؟ فالله تبارك وتعالى طرد إبليس من رحمته، ومنه سمي إبليس أي المبلس الآيس من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فجاء الحكم من الله تبارك بنقيض قصده، تكبر جعله صاغرا ذليلا حقيرا سبحانه وتعالى.